مش عايزه تنطقي وتقولي وديتي الفلوس فين؟ انطقي يا بنت. ايه ده يا غالية؟ كده هتلسعيها بشمت عيد جوازنا اللي فات. غالية صح؟ ما ابنك اللي جايبها يا اخويا. ايه غيرها يعني يا ماما؟ الله، اعمل لك ايه؟ ما انت لسوعتها بالمعلقة، ما لقيتش حاجة لسوعها بيها قدامي غير الشمعة. يا سلام. انطقي بدل ما نرجع نلسوعك بالمعلقة تاني. ماما، انت ممكن تاخدي الحلاوة دي وتنتفرها بيها حواجبك. يا فرحة أمك بيك، مش هنعرف نعمله تاني بالعسل الأسود، وطبعاً اللي بنعمله في الزفت دي مش هتقول لنا بيتعمل إزاي. صحيح. طب روح يا وادي حاتم هات لنا ورقة من على الشفونيرة عشان نعرف منها المقادير قبل ما تفيص مننا. قولي لنا بقى على المقادير واحدة واحدة كده، وإياكي شوفي إياكي تخمي لحسن والله العظيم هلسوعك تاني. أو النبي يا غنية، أنا مش ناقص تسلخات. عبال بقى ما هي تقول لنا على المقادير تكونوا انتوا فكرتولي في طريقه جديده نعذبها بيها. عايزه حاجه ما حصلتش، عايزه تعذيب ما حصلش، انا عايزه الفلوس. حاضر. طقي البضاعه تمام يا عم ميمي؟ تمام يا وز. طب والفلوس؟ كله تمام. طب ايه بقى، مش هتديني السلفه اللي انا قلت لك عليها؟ ما انت عارفه يا حبيبتي اللي جاي على قد اللي رايح، والدنيا بقت ناشفه والناس مش تمام. اقسى عليك، حتى انا يا ميمي؟ يا انت اولهم. ليه كده بس؟ طب ايه اللي مزعلك مني؟ اللي مزعلني منك ان انت تقلقانه عليا. يا عم ميمي اصبر شوي، اصبر واتقل. ماشي، اديني صابر وتقلقان. طب يلا اديني بقى الفلوس اللي قلت لك عليها، اصل الواد سخن نار. انا اللي بقيت سخن نار؟ فلوس في المخزن جوه، تعال نروح نجيبها. الله يا ميمي، وانت كده عمال تتوهني وبعدين انا بكلمك على الواد، ما تدخلنيش في مواضيع تاني. خلاص ادينا قاعدين مستنيين لغايه لما الاشاره تخضر. هي بقت كده يا ميمي؟ ده انا بقولك الواد عيان. وماله يتعب شويه، خلي المناعه كده تاخد راحتها ويبقى قوي. هي بقت كده يا ميمي؟ ايوه هي بقت كده يا روح ميمي. ماشي يا ميمي، تشكر. العفو. شكرا يا اخوي. العفو يا اخي. لا 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 لا، مشنايت ايه؟ كده احنا اللي هنروح في داهيه. ايوه مش هينفع يا حاتم، وزي ما قلت لكم احنا نلبسها الحله في دماغها ونقعد نخبط بالمغرفه على دماغها وراسها، هتتجنن وهتخض في الكلام. ايه الذكاء ده؟ لا طبعا، كده هتترش ولا هتعرف ترد علينا ولا تسمعنا ولا تقول لنا الفلوس فين. مفيش غير هو حل واحد، احنا نمسك بالكماشه دي تخلعوا لها ضوافرها واحد واحد، وبعدين تقطعوا لها الخنصر والبنصر عشان دول مضايقني قوي من زمان. الله عليكي، يلا يلا. انما قريب قوي واكيد هيضطروا انهم ينزلوها، خبطه النهارده جات لهم في مقتل. لا شفيع يا فندم، مش ده المقتل، المقتل الحقيقي. اكيد اكيد حد سمع صوت صوتها. ما انا قلت لك اكتم بقها كويس يا خبي. ما عدت صباعي، ما خدتش عارفه ازق البلاستر كويس يا ماما. المهم هنعمل ايه؟ هنفتح ولا نطنش؟ بص اتسحب كده بالراحه بالراحه، ها، وبص من العين السحريه بشويش، وما تفتحش الباب غير لما ترجع وتقول لي. حاضر. دي مدام عايده اعمل ايه؟ لا عايده افتح لها عادي عادي. ما كنت قلت لي افتح من الاول. ايه ده؟ مين دي؟ دي الخدامه الجديده، سرقت فلوس وكنا بنقررها. تقرروها؟ تقوموا تعملوا فيها كده؟ دي البنت هتموت. مين اللي عمل فيها كده؟ مش انا. ولا انا. لا بقى، ده أمي بقى جت من ملكوت عملت كده ومشيت. أصلها مش قادرة تتكلم. تقوم تخنقها بالشكل ده؟ يعني نسكت على حقنا؟ مش قلت لكم بلاش الشنق ونتبع أسلوب الحلة والمغرفة أحسن؟ الخطة دي فاشلة يا بابا، أنت لوزر. ما
ما انتوا لو كنتوا سمعتوا كلامي وشلنا الخنصر والبنصر كانت اعترفت، لكن انتوا بتحسسوا على صوابعها. بس خرصوا، مش عايز اسمع صوت حد فيكم، وتفضلوا يلا تعالوا في الكوره معايا. يلا قولي لي يا حبيبتي، انت صحيح خدتي الفلوس؟ والله ما خدت حاجه، والله ما خدت. طبعا لازم تقول كده، شغل خدامين معفنين، انا لازم ابلغ البوليس. طب بصي قولي لي انت كنت شايله الفلوس فين، وانا هروح ادور بنفسي قبل ما تبلغي. كويس ان انت جيتي دلوقتي، لان الواد اللي شغال معايا اتاخر. بصراحه ربنا كده انا اصلا عايز اقوم اصلي، اصلا انا بحب اصلي في الجامع موت. تعالي تعالي انت اقعدي مكاني، واي حد يجي يسال عليا نظره فابتسامه ثم تثبيته لغايه ما يجي. تعالي خدي يلا، ها الساعه هنا. حاضر. هو تمدي ايدك عليها. لا حاضر. اديكوا ظلمتوا البنت، الفلوس اهي اتفضلي. ده طلعت البنت بتقول الحق. ودوني لامي دلوقتي، ودوني لامي، وديكوا في داهيه. انا مجانين، ودوني لامي. شفت يا جحش، ودتنا في داهيه. ليه بقى ان شاء الله؟ مش انت قلت هي اللي اخدتهم؟ لا ما قلتش حاجه. ما هو انت يا زفت يا نيله، لو كنت دورت على الفلوس كويس من الاول ما كانش حصل كل ده. طب بس بس خلاص، يلا يا حبيبتي من هنا. يلا غانية، المهم تكوني اخدت المقادير صح، مش هينفع انزل فرده وفرده. معلش يا حبيبتي معلش، وما جاب ام العواجز لبلغ عليهم المركز ولاد الكلب دول. معلش بقى المسامح كريم، والانجيل بيقول من لطمك على خدك الايمن فقدر له الايسر، وعندكم بتقولوا العفو عند المقدره، وانت يا حبيبتي دلوقتي قادره، خليكي بقى كريمه وسامحي. يعني لو بنتك دي لو عملوا فيها كده هتقولي كده؟ وهم فين بناتي؟ ده انا نفسي اشوف واشوف احفادي، ومش هعاتبهم خالص بس اشوفهم. ليه هما فين؟ هاجروا مع جوازهم من 6 سنين، واحده في امريكا وواحده في استراليا، ومن ساعتها بقى ما شفتهمش. نفسي اشوفهم واشوف احفادي واخدهم في حضني. خلاص بقى ما تعيطيش، خلاص قطعتيلي قلبي. انا هروح لكم وهاشم هسوقها لك عليهم عشان يجوا يزوروكي. خلاص بقى خلاص بقى، انا مش ناقصه والنبي. ها او ما افتح الباب. ماشي. يا دماغي فكرتيني بس. الحقيني يا اما يا اختي. تعالي يا وز خش. ازيك يا ست عايده؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. جبت لك البضاعه الجديده، بس تعالى بس تكوني حضرتي لي القسط. اقعدي اقعدي.